أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واقع أيها الأحبة، الليلة إن شاء الله سوف نتكلم عن المسبب الرئيسي لمرض السرطان والوقاية منه. واضح، السبب الرئيسي لمرض السرطان والعياذ بالله هذا المرض الخبيث والوقاية منه. يقول الدكتور علي منصور الجيالي في مؤتمر عقد في دبي، واضح إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا المؤتمر حضروا له أكثر من 400 إلى 500 طبيب متخصص والعياذ بالله في مسألة الأمراض السرطانية. أنا الليلة راح أنقل لأخوتنا لأحبائنا لآبائنا لأمهاتنا السبب الرئيسي الذي طرح في هذا المؤتمر. يقول الدكتور علي منصور الجيالي أن السبب الرئيسي لكثرة أمراض السرطان في عصرنا الحاضر وقلتها في العصر الماضي في القرن السابق، القرن التاسع عشر، الثامن عشر، السابع عشر، لماذا الآن كثرت وخصوصا في هذا القرن وهذا القرن 21 كثرت أمراض السرطان وخصوصا الآن في زماننا في الألفية الثالثة هاي التي نعيشها، هذه الألفية كثر فيها مرض السرطان. لماذا لما ظهر الموبايل، ظهر الانترنت، زادت أمراض السرطان؟ ما هو السبب أيها الأحبة؟ يقول الدكتور أننا للأسف حرمنا أنفسنا من نعمة إلهية كبرى، ألا وهي أن الله جل وعلا جعل في أجسامنا غدة خاصة لتنظيف الجسم من السموم المسببة لأمراض السرطان. واضح، هناك سموم مسببة لأمراض السرطان تحتاج إلى أن نخلص الجسم منها، وللأسف لا نستطيع أن نخلص الجسم منها لأن تلك الغدة أيها الأحبة لا تعمل إلا بالظلام. واضح إن شاء الله، غدة موجودة خلف صيوان الأذن، الأذن مالت الإنسان، واضح، غدة موجودة خلف صيوان الأذن، هذه الغدة التي جعلها الله من أجل أن تنظف الجسم من كل السموم التي تسبب أمراض السرطان، هذه الغدة لا تعمل إلا ليلا. إذا أولا العمل مالتها ليلا، واضح، ولا تعمل إلا في الظلام ليلا وفي الظلام ليلا وفي الظلام. وشبابنا الآن للأسف وشيابنا وأمهاتنا والنساء الليل كله للأسف أنه ما تنام ليلا، إذا هذه الغدة لا تعمل. الشيء الثاني، قسم من النساء وقسم من أطفالنا يخافون ينامون في الظلمة، واضح إن شاء الله، يريد ضوء، يقول خلي الجلوب يشتغل، خلي الفلوريسنت، خلي لي شيء. فإذا تلك الغدة لا تعمل. إذا لم تعمل تلك الغدة للأسف بسبب عدم النوم الليلي وبسبب أنه أننا حتى لو نمنا ننام في الضياء، إذا تلك الغدة لا تعمل. إذا حرمنا أنفسنا من نعمة إلهية، من منظف إلهي كوني في هذا الجسم، ولكن هذا المنظف للأسف عطلنا هذا الجهاز الحساس، غدة خلف صيوان الأذن لا تعمل إلا في الظلام. ولهذا الدكتور علي منصور الجيالي يقول لم يصب في تاريخ البشرية إلى يومنا هذا ديك في السرطان ولا بقرة في السرطان ولا الكثير أصيبوا بالسرطان. يقول السبب في ذلك لأن الديك قبل أن يدخل وقت الغروب يذهب إلى مكانه الذي هو أظلم وينام فيه. ويقول الآن في بعض سووا تجربة، يقول في بريطانيا سووا تجربة، منعوا العفو دجاج من النوم ليل، وبعد وجعلوا ضياء عند هذا الدجاج، إذا هذا الدجاج منعوه من النوم وجعلوا ضياء في الأماكن التي فأصيب هذا الدجاج بمن؟ والعياذ بالله بمرض السرطان. إذا مرض السرطان والعياذ بالله سببه نحن أيها الأحبة. فعلى الآباء نصيحة إلى كل أب وإلى كل أم أن ينتبهوا إلى أولادهم لما يحل وقت المساء. أفضل وقت للنوم من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا، هذا أفضل وقت تعمل فيه الغدة ونتخلص فيه من مرض السرطان، ولا نحتاج إلى أن نذهب إلى مختلف دول العالم. علاجنا بأيدينا
والوقاية من ذلك المرض بأيدينا. علينا أن ننام ليلا كما أرادت السماء، واضح إن شاء الله، وعلينا أن ننام في مكان أظلم، نقتدي بتلك بالديك الذي هو قدوة أصبح ينام، واضح إن شاء الله، في مكان أظلم فلا يصاب بمرض السرطان. فحري بنا يا أتباع ملة الإسلام أن نقتدي بالرسول وبأئمة الهدى الذين كانوا ينامون قسطا من الليل، واضح إن شاء الله، في مكان أظلم، ثم ينتبه ويؤدي صلاة الليل وصلاة الصبح. نسأله تعالى الرحمة لموتانا ولموتاكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.